حضراتكم مرة تانية. من يومين حصل زيادة في السجاير. المفاجأة بقى ايه الجديدة؟ انه في كمان انواع سجاير تانية زادت النهاردة. ايه الحكاية؟ استاذ ابراهيم امبابي مساء الخير على حضرتك. اهلا احمد بيه، ازي حضرتك؟ هو كل يوم في انواع بتزيد في السجاير؟ ما خلاص، ما هو كل واحد بيزود زي ما هو عايز. هو مين المسؤول عن الحكاية دي؟ طب قول لنا الاول ايه اللي حصل الزيادات النهاردة؟ حضرتك هما في ثلاث أربع شركات لإنتاج هذه القطاع للسجاير. في من قيمة يومين زي ما حضرتك ذكرت، قلت في أحد الشركات رفعت سعر سجايرها، السجاير الخاصة بها. النهارده شركتين تانيين برضو رفعوا أسعارهم النهارده. نعم. ما عادش إلا في شركة واحدة فقط لا غير، اللي هي بتنتج الفئة المحلية اللي هي الدنيا. دي لسه ما رفعتش. طب نسأل السؤال المنطقي، اللي هي الشعبية يعني، اللي هي الشعبية، الشعبية ما اترفعتش لغاية الآن. لغاية الآن وارد؟ خلينا دقيق جدا في ألفاظنا. حتى لغاية الآن. الآن لغاية الآن. نعم. بس في حاجة برضو أنا كصانع أحب أوضحها للمشاهد. طب الزيادات إيه النهاردة؟ اللي بتتراوح ما بين 8 و7 و10 في صنف واحد 10 جنيه في العلبة. بس عايز اطمن اللي هي الشعب اللي انت حضرتك قلت عليها. الشعب دي المشرع لما طلع القانون دي، ده نوع اخر غير الزيادات اللي من يومين. بالظبط. احنا بنتكلم على انواع اخرى من السجاير. بالظبط. كويس. احنا الاربع شركات لكن معروفين. ما زالت السجاير الشعبية حتى الان. لا. زي ما هي. بس احب اطمنك في حاجة. المشرع لما حط القانون الخاص بالضريبة والرسوم على السجاير، جه في الفئة الشعبية قال تبتدي من جنيه أقصاها 31 جنيه. طيب الشعبية دلوقتي بكام؟ ب 27 جنيه. إذا ما يقدرش يتعدى الشريحة الأولى. يعني يوم ما يتمعظم عشان يزودها هيزودها يخليها 30 جنيه. نعم. أنت أنا شرحت إني عشان أطمن، ولكن مش دي المعضلة يا احمد. لا دي المعضلة مرة تانية. اذا السجائر الشعبية لو زادت بنتكلم على 30 جنيه. لا هتبقى ب 30 جنيه، مش هتبقى 3 جنيه. ليه؟ لانه لو زود عن كده دخل شريحة أخرى. هيدفع بدل هو بيدفع النهارده 4 جنيه ونص ضريبة ثابتة، هيدفع 7 جنيه 7 جنيه ونص. فهو بالنسبة له الأفضل هيزود 3 جنيه. ما يقدرش، ده الحد بتاعه. الحد بتاعه. ده الحد بتاعه الى ان يتم توسيع الشرايح تاني. نعم. واخد بالك؟ ولكن احنا اتكلمنا في